اي تفضل. دور القوات الأمنية في المحافظة على السلم المجتمعي والمحافظة على أمن وسلامة البلد وكذلك أهداف الحيوية والاقتصادية دور مهم جدا، ولذلك نحن ما نقوم به من عمل كبير في المحافظة على أهدافنا، على استثمارنا، على ما تصنع الحكومة من منجزات، وخصوصا هذه الحكومة قد طورت في مجال الاستثمار، في مجال البناء، في مجال المشاريع. لذلك من المهم جدا أن نحافظ على هذه المكتسبات وأن نخلق بيئة آمنة للمستثمرين. لن نسمح بأن يكون هناك تهديد للسلم المجتمعي، وسنلاحق كل من يحاول العبث بأمن وسلامة بلدنا.